زمان انت صغير بشير وخير لما كنتوا صغار. بشير نبدا معك، شو الالعاب اللي تلعبوا فيها في الشارع؟ كنا نلعب في البيس كوجيت. بطش احنا نقولوا لا كوجيت، لا نقولوا بيس. احنا البيس اللي هو المحفور اللي باش نلعبوا فيه البطشه. هذه المدوره احنا نقولوا كركم جبتوا لنا بيسيت لهنا رانا نلعبنا هي بتاخذ البطشه احنا نقولها بطشه وبتمشي والكبيره شنو اسمها كنت نعرفها الكبيره خلاص ومن بيلعب بيطيح البطشه تمشي هيك اي ومن بعد تعمل كين عم نعمل على فكره البطشه الكبيره تطير ايوه في التير الكبيره كنا نلعبوا البيس كنا نلعبوا الخمسه حجرات سبع رشادات سبع رشادات احنا عندنا نحن خمسه ولا سبعه ما توينس نزيد ونقص نحن واحد به نلعبوا شلاليت وهربة بهربة ورشقة القلوب نتاع المشماش قلوب نتاع المشماش كنا نعملوا مثل ثلاثة قلبات هكا وواحدة في بعض هكا ونقمروا شكون يطيحها زي البطش عرفتها زي البطش غير بال ونصنعوا هذيك الدرجيحة نحن نصنعوا الدرجيحة في الشجرة ونبدو ندرج وكنا نخترعوا في ألعاب بالحبل هذيك اي اكيد بالحبل وتطيح وتضرب منه وتدمغ وتصير ما عندكمش احنا نقول لها رشقه يعني دير دويره وفيها ومثلث يبدا يرشق في الارض الموس يكون عنده موس ويلعب سكينه يعني كل واحد في دار وتنقص عليك الدار لو تم التطلع كان ارض كانك ارض وما ترشقها تاخذها عندنا هربه بهربه كيف يعني كنا نلعبوا الغميضه ايه نتخبوا هذيك قريبه اهليبرا والهربه بهربه دي زي ما نقولوا خمسه اطفال من هيك وخمسه هيك ونسلكوا طبعا احنا نقولوا نسلكوا مش نقولوا في تونس نسلكوا كيلو باميه يعني ونديروا كيلو باميه تعرفها كيلو باميه كيلو باميه شوف شنو في يدو كيلو طالعين انا وياك ايوه كيلو باميه هكا لا نديروا هيك مقص ورقه ورقه مقص نحن نسموه فرد زويت ورقه مقص فرد جواز فرد زويت فرد جواز هذيك واحده بروحها بينا بو والمثقفين شويه اللي نعرفوا ونكتب وقت نلعبوا بنت ولد وبرشا لعبات زمان اي عرفتها كلها نفسنا كل لعبهم نفسنا يعني غير ممكن كيف تختلف الاسماء برك الاسمي الاسمي الاسمي